بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوتو ديود، الديود الضوئي، هو رمزه بهذا الشكل ديود، بس السهمين فايتين، يعني عكس اللد. اللد الالي دي بتكون السهمين طالعين. طيب الفوتو ديود كمان بيشتغل بالانحياز العكسي، يعني البوزيتيف على الكاثود والنيجاتيف على الانود. طيب هو بيتأثر بالضوء، قادر انا اتحكم بالانترنال ريزيستنس له عبر الضوء. بنشوف كيف. هوني هذا الفوتو دايود هون، وهوني عندي مصدر ضوء، هوني عندي مصدر ضوء، وهوني عندي امبير ميتر. اذا اللايت اوف، لايت اوف، لاحظ انه الامبير كتير صغير، وهذا بنقول له دارك كارنت، ما بيمر تيار. كمان مثل ما تلاحظ كمان بالريفرس بايس. طيب هوني بس يسقط الضوء، بس يسقط الضوء بيعلى التيار، بيعلى التيار، بصير يمر، بتقل الانترنال ريزيستنس، المقاومة الداخلية تبعوت الفوتو دايود، فبصير يمر التيار. طب كل ما قوي الضوء، كل ما بتقل المقاومة، كل ما شو بيعلى التيار. يعني صار كأنه فاريبل ريزيستنس الفوتو دايود، بس بتحكم فيه أنا بواسطة الضوء. استخداماته يستخدم بكل التطبيقات، اللايت سنسرز، حساسات الضوء. كمان بيستخدم بالدوائر الارسال والاستقبال تبعولة الضوء، ماشي، الاوبتيكال فايبرز، كيف بحول الصوت لضوء متقطع، برجع بس استقبله، برجع بحول الضوء المتقطع لإشارة. طيب الشكل العملي بيكون هيك شكله العملي الواقعي. يعطيكم ألف عافية، سلام عليكم.